السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة عالم بشرى في إيطاليا. نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. اليوم مع وصفة جديدة وفيديو جديد كما عودتكم. اليوم غادي نقدمو المسمن ديال الفران اللي كيجي رائع وبحشوة اللي سهلة وموجودة في أي بيت وكيجي راقي في نفس الوقت. نخليكم مع الوصفة ونخليكم مع المقادير. على بركة الله. كما كتشوفوا البنات، بسم الله على بركة الله، غادي نبداو المقادير. هنا انا درت 3 تاع الكيسان كبار ديال الفورس الدقيق الابيض، ودرت كاس كبير ديال الفينو. هنا درت واحد الخمارة تاع الحلوى ومعلقة صغيرة ديال السنيدة سكر سنيدة، ودرت معلقة ديال الملح. البنات، السر ديال هاد العجينة هي خمارة الحلوى، ضروري منها، ضروري نديرو خمارة ديال الحلوى لأنها كتخلي المسمن صراحة رطب، وفي نفس الوقت كتجي فيه هذيك القرمشة اللي كتجي رائعة البنات وكتخليه مورق. غادي نجمع البنات العجينة على شكل مسمن، غيكون مسمن عجينة المسمن اللي مسمن عادي أي واحد كيعرف يعجن عجينة المسمن، كتكون ما مرخوفة ما قاسحة البنات. هنا غادي نخلي العجينة ماشي قاسحة وماشي مرخوفة بزاف باش نتحكموا فيها، من يبدأوا نورقوا فيها كتجينا سهلة وسريعة. غادي نجمع البنات هنايا العجينة كما غادي تشوفوا، ما غندلكهاش بزاف لأنني غادي نخشيها في البلاستيك وغادي نخليها واحد المدة، غادي تدلك راسها براسها. غادي نجمعها مزيان كما غادي تشوفوا معايا بحال هذا بحال هكا، وغادي نضيف ليها واحد القطرات من الزيت كما كتشوفوا، وغادي ناخذوا البلاستيك الغذائي وغادي نوضعوا في الداخل ديال البلاستيك الغذائي ونغطيوها ونخليوها على جنب لمدة 15 دقيقة ونرجع معكم. بعد ما ارتاحت معنا العجينة البنات، غادي نخرجوها من البلاستيك الغذائي ونخرجوا من هذيك الهواء اللي فيها، وغادي نشكلوها على شكل كويرات بحال اللي غنديروا المسمن عادي البنات. هنا خديت الزبدة مع الزيت وخلطتهم البنات. هاد الزبدة كناخدها من ليدل، صراحة غزالة زوينة البنات، بالنسبة للبنات اللي في إيطاليا لا بغاو يمشيو ياخدوها، زوينة ونباتية. مهم غنشكل العجين على شكل كويرات كما غادي تشوفوا، وغادي ندوز باش نحضرهم، وخليكم معايا الى اخر الفيديو. البنات، الحشوة اللي غادي نحتاجو، عندنا هنايا واحد الكمية ديال الكونفيتير ديال الحلويات ديال المشمش. هنايا عندنا اللوز اللي سبق لي وهروشتو، ولا كاوكاو اكتفيو باللي عندكم البنات. وهنا عندي شوية تاع الكوك كما كتشوفوا اللي غادي نحتاجو في الحشوة ديالنا. بالنسبة للكوفيتير كيبقى اختياري، وهنا الزبدة باش غادي نورق البنات اللي سبق لي ودرتها بحال بومادة مع زيت النباتية. وكما غتشوفوا غادي ندوزو باش نحضرو المسمن ديالنا. غادي نمشيو للطاولة ديال العمل، غادي نضيف ليها واحد شوية ديال الزيت مع الزبدة كما غادي تشوفوا، وغادي نبدا نطلق فيها مزيان مزيان البنات. هنا ضروري من هذه المرحله لاننا غنديروا وحده في وحده، ضروري البنات المسمن الا بغيناه يجينا مرق وزوين من الداخل نورقوه حتى يبان لينا سطح العمل البنات، نورقوه مزيان مزيان، وانتم عليكم الاختيار في الحجم اللي بغيتو نديرو. انا هنايا اكتفيت غادي ندير 4 صغار، غادي خديت واحد 8 الكويرات يعني غادي يكفيوني لان جوج في وحده، وغادي ندير 4 صغار. اللي بغى يدير كبار يدير 3 في وحده، وحده في وحده في وحده،
ويديرهم بالحجم الكبير البنات، ويخرجهم فران ويقطعهم على شكل مسمنات صغار. المهم لكم الاختيار كما كتشوفوا. غادي نورقه مزيان حتى يبان ليا سطح العمل كما كتشوفوا معايا على هذا الشكل، وغادي نرجع نكمل معاكم. ما تمشيو فين، وخليكم مع الفيديو الى الاخير وجميع المراحل. البنات بعد ما ورقته كما كتشوفوا حتى بان لي سطح العمل، رشيت شويه ديال الزبده البنات كما كتشوفوا، وغادي ندير الكونفيتير على هذا الشكل كما غتشوفوا معايا. غادي نسرح عليها الكونفيتير كامله في جميع الجوانب. المهم الكونفيتير كما قلت لكم كيبقى اختياري، واش ديال المشماش اللي بغيتو ديال الفريز. هو ديال المشماش كان افضل لانه كيجي رائع البنات، انتم عارفين الكونفيتير كيفاش كيجي مع المسمن وكيجي معلك من الداخل. كما تشوفوا غادي ندير هنايا واحد الطبقه ديال الكونفيتير على هذا الشكل، وغادي ندوز باش نضيف ليها واحد المعلقه كبيره ديال الكوك. انا كندير رشه بشويه بشويه هكا، هي معلقه كبيره ديال الكوك، وغادي ندير واحد المعلقه كبيره ديال اللوز مهروش كما كتشوفوا معايا. الصراحه البنات جربوه كيجي رائع وغزال، ومازال غنحط لكم وصفات اخرين بحاله بحشوات متنوعه. صراحه زوين 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 بزاف، جربوه نتمنىكم تجربوه وتردوا عليا الاخبار. المهم كما كتشوفوا الفيديو شارح نفسه، غادي نسرح كامل عليها. بعد ما ورقتها البنات مزيان، ضروري تورقوا المسمن ديالكم. غادي نجمعوا على هذا الشكل كما كتشوفوا البنات، وغادي نديروا على شكل ملاوي كما غتشوفوا معايا على هذا الشكل. وغادي نخشي ليه الجوانب في الجنائب ديالو، وغادي نجمعوا ونخليه على جنب حتى يرتاح معنا. أو غادي أرجع معكم باش نوريكم كيفية الطريقة الأخرى كما غتشوفوا معايا في الفيديو. هنا غادي ناخد المسمنة بعد ما ورقتها مزيان أخرى، هذه غتكون خاوية البنات ما فيها حتى حشوة غير الزبدة، وغادي نطويها على شكل مسمنة وغادي نخليها ترتاح وارجع معاكم. بعد ما ارتاحت معايا البنات هنايا، غادي ناخذ شويه الزبده وغادي نورقها مزيان كما غتشوفوا معايا. المسمنه غنورقها البنات بحال هكا على هذا الشكل بحال باغا نطيبها، وغادي نضيف ليها واحد شويه الحشو. المهم غنحط فيها هذيك المسمنه اللي سبق لي ودرتها كما كتشوفوا، غادي نضغط عليها على هذا الشكل، وغادي نحطها في الوسط، وغنضيف ليها شويه الكونفيتير، شويه تاع اللوز، وشويه ديال الكوك على هذا الشكل، وغادي نجمعها كما غتشوفوا معايا. غادي نجمعها على هذا الشكل وما غاديش نضغط عليها بزاف. المهم الحجم كيبقى اختياري، بغيتي ديرهم كبار ديرهم، بغيتي ديرهم صغار ديرهم. انا هنا اكتفيت بهم، درتهم غير صغار البنات، وهما الصغار كيجيو غزالين ومنظمين في نفس الوقت للضياف ولا في الكوتي بحال هكا. المهم على هذا الشكل، وغادي نحطهم في الطاوه باش يرتاحوا، وغادي ارجع معكم على بركه الله.
كما كتشوفوا البنات، انا عاودت معكم وحده اخرى على هذا الشكل. غادي نورقها حتى هي مزيان البنات. هذه بعد ما جمعتها على شكل مسمنه، غادي نضيف واحد شويه ديال الكونفيتير على هذا الشكل، وغنضيف واحد شويه ديال الكوك وشويه ديال اللوز ولا كاوكاو مهروش اللي عندكم البنات، ولا حبيبات الشوكولات. غادي نشارك معكم مسمن اخر بحبيبات الشوكولا، كيجي تا هو رائع. غادي ناخذ الملويه اللي جمعت اللي وريتكم في الفيديو كما كتشوفوا، غادي نضغط عليها على هذا الشكل وغادي نحطها في الوسط، وغادي نبدا نجمع الجوانب كما غادي تشوفوا معايا في الفيديو. غادي ندير عليها شويه ديال الحشو وغادي نجمع الجوانب كما غتشوفوا معايا، وغادي نحطهم يرتاحوا ونقرصهم البنات غير شويه، ما تكرصوهمش بزاف. انتم غتشوفوني في الفيديو ما ضغطتش عليهم بزاف باش يبقاو مهوين البنات، الا ضغطتوا عليهم بزاف ما غاديش يجيو مهوين ومورقين. غادي نجمع على هاد الجوانب على هاد الشكل وغادي نحطهم يرتاحوا، ونسخن الفران من الفوق ومن التحت اللي عنده بالنسبه اللي عنده ديال الضو، يسخنوا من الفوق ومن التحت و 180 درجه الحراره. بالنسبه اللي عنده ديال البوطه يدير لتحت حتى يطيبوا من التحت ويشعل عليهم الفوق باش يتحمروا. كما كتشوفوا البنات هنايا غادي نضغط عليهم غير شويه كما غتشوفوني، وغادي ندخلهم الفرن. ونتمنى من الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم وكنت خفيفه ظريفه على قلوبكم، ومع فيديو قادم ان شاء الله، والى اللقاء. بنات ونتمنى اللي شاف الفيديو وكان باقي ما تابوناش يتابونا ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد، وما تنساوناش البنات من اللي لايك لايك لايك، والى اللقاء مرة اخرى ومع فيديو قادم ان شاء الله.